بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عامل عمالة مكناس، السيد رئيس جماعة مكناس، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السادة والسيدات الحضور الكرام، تخليدا للذكر الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المضفرة والذكرى 68 لعيد الاستقلال، تنظم جماعة مكناس هذا اليوم الدراسي والأمسية الوطنية في موضوع من ملحمة الاستقلال إلى ملحمة المسيرة الخضراء، ثورة متجددة لصيانة الوحدة والتنمية، بتعاون مع رئاسة جامعة المولى إسماعيل وكلية الآداب والعلوم الإنسانية والنيابة الإقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير. وتتضمن هذه الأمسية الوطنية
ندوة علمية وتكريم بعض المقاومين بمدينة مكناس. خير ما نستعين به فعالية هذا اليوم آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا المقرئ ياسير الثومي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Yeah.
تهنئتكم بهذه المناسبة الكريمة. سيتفضل بها السيد جواد باحجي رئيس جماعة مكناس المشهورة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد عامل عمل مكناس المحترم رئيس جامعة الملا إسماعيل، السادة عملاء الكليات، سيد رئيس مجلس عمل مكناس، السيدات والسادة الأعضاء وعضوات مجلس جامعة مكناس المحترمين والمحترمات، السيد النائب الإقليمي للمنوية السابية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، سيدات والسادة ممثلي المصالح الخارجية، سيدات والسادة ممثلي المنابر الإعلامية المحلية والوطنية، سيدات والسادة أعضاء جميع المجتمع المدني في أرض الكريم. أولاً أود أن أشكر بداية على حضوركم لإشغال هذا اليوم الدراسي الهام الذي ينظم تخليداً للذكرى 48 للمسيرة الخضراء المنفرة والذكرى 62 لعيد استقلال مجد بتعاون وتنسيق مع جامعة الملا إسماعيل وكذلك كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس والنيابة الإقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمكناس والذي نهدف من خلال تجسيد تمسك أبناء هذا الوطن جميعا بروح الوحدة والفخر بتاريخنا الوطني العريق. يمثل احتفال بعيد الاستقلال وعيد مسيرة الخضراء كما هو في علمكم لحظة سانحة لأيام وقفة تأملية نستحضر من خلالها تاريخ مغربنا الغني بالإمجاد والمحطات المشرقة والمناسبة كذلك لاستلهام ما تنطوي عليه هاتان المناسبتان غاليتان من قيم سامية تدفعنا جميعا لمواصلة مسيرة الجهاد الأكبر وتثبيت وصون الوحدة الترابية لبلدنا العزيز. غير أن احتفالنا اليوم حضرات السيدات والسادة لا يجب أن ينظر إليه من باب النوستالجيا التاريخية أو إعادة حقيقة الاستعمار ومبادئها، وإنما هو تعبير عن رغبتنا الملحة لرصد وتتبع ما تحمل الذكرتان من نجاحات وعبر وقيم رفيعة، لا سيما أننا أصبحنا نعيش اليوم في واقع يعيشه مجموعة من الإكراهات وكذلك مجموعة من المؤهلات منها الأزمة الحقيقية في الوطن وفي قيم الأخلاق. وسواء تعلق الأمر بالأعياد التي ارتبطت بالكفاح من أجل نيل الاستقلال أو تلك التي ارتبطت باستكمال الوحدة الترابية وبناء مغربنا الحديث، فكلها مناسبات وأعياد لا تقتضي من الاكتفاء فقط بالتعريف بها بالأشياء الصاعدة والمتعاقبة كنوع من الرأسمالية والرصيد النضالي الوطني الممتد عبر التاريخ، وإنما تتطلب كذلك استلهام فعليا بما تجسد هذه المناسبات من قيم الالتزام والتحدي بروح المسؤولية في جميع ممارساتنا خدمة لهذا الوطن ودفاعا عن ثوابته الوطنية ومقدساته الدينية. إن أمانة هذا الوطن لملقاة علينا اليوم جميعا وأكثر من أي وقت مضى، كل من موقعه تدعونا للإسهام أكثر في تجسيد قيم هذا الوعود التنين والتي لخصها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه بمناسبة عيد الفطر المجيد في قيمة واحدة وهي جدية، كقيمة نموذجية تعكس روح المواطنة وتشير بشكل أساسي إلى ضرورة التقييد في ممارسة جميع المهام والوظائف والمسؤوليات كيفما كان نوعها بقواعد العمل والصرام والاحترام فضلا عما يمكن أن يرتبط بذلك من التحلي بمبادئ الصدق والتضحية ونكران الذات والتفاني في خدمة هذا الوطن. وإذا كانت مرحلة على استقلال المسيرة الخضراء تجسيدا عمليا لقيم المواطنة والتضحية فلا مناص لنا اليوم من استكمال هذه المسيرة لمواصلة مسيرة التنمية ولا سيما التنمية المحلية، وخير دليل على ذلك الأوراش والأشغال المفتوحة بمدينة مكناس التي تلفت نظر الزائر والأخرى التي هي في طور الإطلاق أو في طور الصياغة.
وهاته كلها قيام ساميه استلهاما لملحمه الاستقلال ووفاء لقسم المسيره الخضراء وتقديرا لارواح الشهداء الذين قدموا حياتهم لنحيا بسلام داخل هذا الوطن. فمعادله الوطن لا تحتمل بقسم الاثنين. ان استحضار هاتين الذكرتين معا، ذكرى الاستقلال وذكرى المسيره الخضراء، لا يحدنا جميعا كمنتخبين وكقوى حية وسائر الأطياف السياسية والثقافية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية على تقوية جبهة الداخلية الوطنية وتعزيز التوجهات والاختيارات التنموية التي تستجيب لانتظارات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وتطلعات الأجيال الصاعدة وسائر فئات وشرائح المجتمع المغربي في تعزيز العيش الكريم والتقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في وطن ينعم فيه ابناؤنا بالعزه والكرامه والرخاء والاستقرار. السلام عليكم. شكرا. الكلمه للسيد رئيس جامعه المولى اسماعيل اللي تفضل مشروعا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة مكناس والوفد المرافق له، السيد رئيس جماعة مكناس، والسيدات والسادة المستشارين لجماعة مكناس، السيد الناخب الإقليمي للمندوبية السامية لخدماء المقاومة، السيد الناخب الإقليمي للمندوبية السامية لخدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمكناس، السيد عميد كلية آداب والعلوم الإنسانية، السادة عمداء ومدراء، السادة نواب عمداء ومدراء مؤسسات جامعة مولاي إسماعيل، السادة نواب الرئيس، السادة الكتاب العامون، السيدات والسادة الأساتذة والموظفين، بناتي الطالبات، أبنائي الطلبة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخليداً للذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة والذكرى 68 لعيد الاستقلال المجيد، يسعدنا ويشرفنا أن نفتتح هذا اليوم الدراسي الذي تنظمه جماعة مكناس بتعاون مع رئاسة جامعة المولى إسماعيل والنيابة الإقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمكناس تحت عنوان من ملحمة الاستقلال إلى ملحمة المسيرة الخضراء، ثورة متجددة لصيانة الوحدة والتنمية. وإنه ليوم سعيد أن نجتمع لتخليل ذكرى مناسبتين وطنيتين عظيمتين لهما من الدلالة الوطنية ما يجعلنا نفخر بهما ونفخر بتاريخ وطن مجيد. ذكرى ملحمة المسيرة الخضراء، الفكرة والقيادة والإنجاز والتحرير، وذكرى ملحمة الاستقلال، الحرية والتضحية والتلاحم بين العرش والشعب والتحرير. أيها السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، إننا إذ نقف اليوم أمام هاتين الملحمتين لنستشعر تاريخ الملاحم الكبرى بوطننا المغرب طيلة قرن من الزمن بقيادة ملوك كبار، بطل التحرير محمد الخامس ورفيقه في التحرير ومبدع المسيرة الخضراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله. إنها ملاحم تاريخية فارقة، الملك محمد السادس، إنها ملاحم تاريخية فارقة ملهمة للأجيال في صناعة التاريخ، ملاحم وطنية فاصلة مفصحة عن وحدة المغاربة تجاه قضاياهم الوطنية الكبرى، ملاحم وطنية خالدة جاءت لتلبية لنداء ملكي سامي، وفاء للوطن وحماية لثغوره وصيانة لحدوده، ملاحم انطلقت من تحرير الوطن
وهي اليوم تعزز صيانة وحدة الوطن عبر إبداء مشاريع تنموية كبرى تهم كل المجالات، تنبعث من إرادة الاستقلال والتحديث والبناء. كان آخر ما عبر عنه الخطاب الملكي الذكرى 48 للمسيرة الخضراء من إصرار جلالة الملك محمد الثالث على تأهيل المجال الساحلي في واجهته الأطلسية إلى حدود الصحراء المغربية، حتى يصير فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي. قال حفظه الله: ووفاء لقسم المسيرة الخضراء الخالد، نواصل مسيرات التنمية والتحديث والبناء من أجل تكريم المواطن المغربي وحسن استثمار المؤهلات التي تزهر بها بلادنا وخاصة بالصحراء المغربية. أيها السيدات والسادة الحضور الكريم، إن جامعة مولاي إسماعيل بكل مؤسساتها وقطرها التربية والإدارية وهي تستحضر هذه الملاحم لتكتب بقلم الفخر اعتزازها بكل الأعياد الوطنية والمحطات المجيدة التي رسمت للوطن هيبته واستقلاله. وفي الختام أتمنى أن تكلل أشغال هذا اليوم الدراسي بكامل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.